صح. الاغاني ديالك كانت كنت تغني ضد شخصيات وضد النظام و و و بعدين منعت من المرور عبر القناه العموميه. القناه العموميه كانت القناه فقط تلفزيون الجزائري انذاك، لكن الحادثه ارتبطت ب ما يسمى ب بعزيز خدع التلفزيون الجزائري في احدى او في احد. شوف باش نحكي لك الحكايه، الحصه هذه ما كانتش انا رينا تي كالكولي، ما كنتش حسبتها ولا كتبتها، جات سبونطاني هكذا. انا كنت واحد الوقت التلفزيون العمومي طرحني واحد الوقت، انا كنت شويه مهبول ما على باليش ما نخممش، تقلقت. صارت لي حادثه تما في استوديو قبل ما نسجلوا، تقلقت. قلت لك صارت شويه سوء كيش يقولوا استقبال، سوء استقبال. وكان واحد المغني من الشرق، كانوا هذيك الوقت يعبدوا في ناس الشرق، المغنيين الشرق يعطيهم فلوس، وحنا شغل تحقرونا هكذا انا والموسيقيين تاعي، فما حبوش يعطيونا ان كاتو ان كافي هكذا. تقلقت، قلت لك هذه من روح تاع الحقره، ما نحبش الحقره، انا من زماني ما نحبش الحقره، حتى الان ما نحبش الحقره. شوف حاجه اللي تهبني، قلت يبا مالا هكذا، جو في مفونجي نغني لهم الاغنيه الممنوعه هذيك. كان مراد زميل، كان مراد هوني اللي نحبه بزاف بزاف، اكيد صديق واخ وانسان محترم بزاف يعني. بزاف نقدروا بزاف بزاف، والناس كاع تحبوه. جبت له شويه مشاكل بزاف مشاكل، نطلب منه سماح. والسر مراها بعزيز، وبعد انا لا فيغيتي انا درتها ضحكه، درتها كذا، وبعد ما كنتش على بالي بلي تدي ابعاد كبيره هكذاك، باسكو سي ابخي فقت هكذا. صار مشاكل، منعت، كنت في لاتورني، حبسوني من لاتورني هذيك تاع وي ام جزائر، وما هربت لفرنسا، وما تمنعت سنوات فوالا. واش حكايتك مع خالده تومي؟ كانت صديقتك قبل ما تكون وزيرة، خالدة كانت في المعارضة، كي كانت في المعارضة وفي الميدان هضرنا كيف كيف. ولكن شوف انا ما نحبش نقول الاسماوات، صدير كتاريخ فقط، هذا ما كان كحقبة تاريخ. كتاريخ كنت انا نديرها بزاف لي 8 مارس، كانوا يوم المرأة، كي كانت في لوبوزيسيون كاع. ولكن انا واش استنتجت 10 سنوات وزير الثقافة، 10 سنوات ما درتش حتى سبيكتاكل، حفل ما درتوش في الجزائر. انت كنت تغني ضد السلطة. ايه ضد السلطة كوميم، هي زعما كانت معارضة وكانوا يقولوا تفتح. صح، هي تقلبت الفيستا. ما على بالش، ما نقدرش نقول تقلبت الفيستا. لا، هي اختارت الطريق، هي اختارت مع الحكومة. هي اختارت الطريق اللي ما ناسبنيش هذيك الوقت. وهذه هي ما ولكن نتكلم معها بصداقه وكلش، لكن الطريق اللي دات والطريق تاعي ما تخالفنا، ما 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 وفقتش، ما وفقتش الطريق تاعها. فوالا بعزيز، انت تقول باللي الاغاني ديالك كانت من المتمرده والجريئه، كانت انت كنت تكتبهم؟ انا نكتبهم وانا نلحنهم، لان انا شوف الناس اللي تعرفني يقول لك انا بعزيز الشونتور ولا بعزيز كيف كيف، باسكو بزاف فنانين تاعنا يلعبوا ان رول، يلعبوا دور. انا كيف كيف، انا واش كنت نحس نخرجوا ما نخاف، ما على بالي واش كنت نحس، ولكن جامي فيه كراهيه. بالضحك صدق، بالجزائريه تاعنا بالالجيريان، وحبا للوطن. وحتى في احد الاغاني على هذه الان هضرت انت قلت روحك يعني. اي نعم 100%، اي هذه حرام 100%. وشوف حتى في النقد هذاك في حب الوطن. هذه اللي بالك الناس سمحت لي والناس ريسبكتوني، باسكو شوف مهما النقد فيه حب الوطن. وانا نقدت هاد لي سيتياسيون، نقدت بعض السيستيم وكاع، نقدتو حبا للوطن، باسكو نغير كنت نحب بلادي تكون واضحه وتطلع واسمو هادي نغير. وبيان سو ما نحبش الظلم، ما نحبش الحقره. نعم هادي بعزيز قلب الفيستا. قلبتها، سمعتها هادي، ما هذه الكلمه لا فيغيتي بون ما نحبش نهضر عليها، مي ما فهمتش منين خرجت هادي، ما فهمتش. لانه عزيز كان يغني ضد النظام. ايوا واش حبونا حتى نموت، نحبوا نغني القيضه ولا ياكم هكذا الشعب هذا حب القيضه. ابخي الفنان عنده فطره وين يقول اشياء. انا باغ اكزومبل ساهمت، انا كي جيت كانت الكلمه مغلوقه، انا حضرت شويه الكلمه هذه
ضد النظام وضد واسمو حضرتها. ابخي دوك كاين وقت اللي الناس قاعد تهضر دوك واش واش بقى. انا غنيت توجور كتبت اغاني اللي حسيتهم واللي خرجوا من قلبي. ويجي وقت وين ما تحس حاجات ما تخرجش، هذا هو فنان. وما قال لك يسكت، قال لك هاو قلب الليستا. هذه الكلمه ما عندها حتى معنى باسكو ما فهمتش اسكو وليت وزير، اسكو عطوني دي لوجمون، اسكو نسكن في كلوب دي بان، اسكو ما فهمتش هذه الكلمه منين خرجت. يقولوا بلي دار دراهم. لا خدمت، قلت لك خدمت بيان سور نخدم. نحكي لك القصه هكا حكيتها لك. ما كي كنت نغني واسمو كاع زقني ربي خدمت نخدم، شريت طوموبيل صغيره. ديجا كي شريت لا بروميير فواتير قالوا بعزيزه قلب الفيستا. كنت تحبوني تجوغ بالموبيلات وسندويتش مرقاز، هذا هو سندويتش وندير ستوب ولا بالبيسيكلات. كيما قلت لك ازاي الله يرحمه، والله الله يرحمه مغني كبير وكاع. ازاي علاش يحبوا يقول لك ازاي؟ باسكو يشرب الكوبلي قهوه بالبلغه وقاعد في الاخر مع كتول الاختلاط. لو كان شرا سيمبول سيمبول ولا فيات 500 يقولوا ماشي مليح. حنا واعرين فو دير لا فيريتي، حنا فئه من الناس باسكو ما نحبش نقول الشعب نورمال، باسكو كاين الشعب اللي فيه الخير والناس ملاح والحمد لله ويستقبلوني. مي فئه من الناس واعره بزاف بزاف. قلت لك ازاي لو كان مسكين كسب طونوبيل يقولوا هذاك شراوه وكذا. اول قلت لك صغير اول فواتور شريتها يا ودي حدا فدا لازم تمشيها بيه. ما فهمتش كيفاش ما فهمتش. يسمح لكش تقدم.